جماعه بدي ارد على ميكس وين سافر، وقلتوا لي ليش ما رحتيش معاه. وميكس ما سافرش للاردن، ميكس سافر للعاصمه في تونس، انه بين تونس وجربه تقريبا 7 ساعات بالسياره، 5 6 هيك. احنا جيبس تونس 4 ساعات، مساش تكلمي صوتك عادي. ساعتي يعني 6 6 ونص 7 يعملوا 7 كل ما بعضهم. فمشي بالطياره وحده، اما في تونس اول ما بشيها بالطوا في تونس باش يلقى خويا الكبير باش يعرضه باش يزبط له اموره ويرجع في نفس الطياره بكره يكون عندنا يرجع لهون. فما حابينش كنا نروح وكنا نرجع، وميكس يعني يتعمل عليه، قال بده يروح لحاله يقضي شهره في السفاره الجزائريه. ان شاء الله نحب تدعو ان شاء الله يتقبل. اذا تعرفوا شنو المطلوب منا انه اردني يقدم من تونس، تتقبل ما تتقبلش، اللي عنده افكار، اللي عنده فاللي عنده فكره على الوضع عادي يحكي لنا، خاطر بصراحه احنا مشينا بعثنا ميكس ما مش عارفين اكيد يتقبل ولا ايه. سفرتنا راح تكون قريبه كثير، بعد اسبوع بالضبط سفرتنا، فان شاء الله ما ياخذولوش جواز السفر، اكيد راح ياخذوه هو، فان شاء الله يتقبل، ان شاء الله يروح معانا ميكس لانه حابب كثير يروح للجزائر، وكله يا رب. خلاص يا سامي، هو البارح خطي طياره، هو في تونس تو طيارته العشرة، مشي العشرة قالوا له راي تخرج نص اللي قاعد يستنى طيارته، طلع فيها ما طلعتها متاع الصباح. احنا اليوم خايفين، لا اليوم زاد الطياره تعاود تخرج مخر، فهمت؟ خاطر البارح خرجت مخر، هل قالوا تاجلت الطيارات بتاع اليوم خاطر هو في تونس يستنى باش يروح، فهمت؟ يا ربي صبرني. ويلي ويلي قد ايه الوقت تو؟ انت عملت ريزرفاسيون 9؟ عملت ريزرفاسيون تاع الشيف، احنا مش عارفين نقول لك سنه كامله ريزرفاسيون 10 تاع شراب. شراب شنو يا بنتي؟ نتاع قهوه. صاحبتي هذي راهي والله نمشيو للفندق ب شو نقول لكم، ما نحبش نخرج من غير راجلي، ما نحبش نخرج من غير راجلي. راجلي راجلي ها شنو شكون مصورو؟ يا ربي يا حنانة يا قلبي على الأردن. شو في يا جماعة؟ شو اللي انحرق؟ فما عمارة، عمارة في عمان تحرقت تو بعد شوفوها في الأخبار. هيها باريس تبقى جبة كحلة كيفكم؟ شوفوا هارون تخلي مركي في نهارو، الامور عندك تمام، عندك الامور هارون، مبسوط كثير. شنو تحب سوسه؟
جربة وصوصة كهو. اي تحب صوصة؟ باش نحضروا قهوتنا كازا تعمل في اومليت. اسمع ما نحبوش سخون برشا الحليب. يا جماعة سناب اختي كازا قالت ليش تصوري هيك في المعون يعني عادي سامحني ما عندهمش معون هكا في ديارهم عادي عادي اصلا مش معونة اذا احنا معونة احسن برشا. يا جماعة تحب تعوم توا مصعتين تاع القايلة تحب تهبط تعوم حر تشوشيتا تشوشيتا مش حر تشوشيتا عمل مسبح صراحة مش عادي اي والطقس مش حر حر ما اوكي يا خيتي منحبش برشا الكلور نحب البحر لكن والله مبسوطة يا جماعة كثير مبسوطة 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 يا ربي كان جماعة يميكسر انا فرحنا بعضنا هنا غرق برشا عافي جربة توا قديش وقت توا الاربعة غير الأربعة إلا ربع خرجنا لوجو على رموش صاحبتي قالت لك ما تتحرك إلا ما تلبس رموش طبعا جماعة راهو العطلة هذه ما تسميش عطلة بالنسبة لي أنا باش نعوض لكم عطلة حلوة في أوت أنا أصلا نحب نصيف في أوت أصلا أنا كنت جاي في أوت بس صاحبتي دي ما عادش كيفاش مرة حكينا وهي في التليفون ذكرها سحر قالت لي شنو رايك تجي فجيت والله ما احلاها اما نحس العطله صحيحه في شهر شهر 8 حلو نلقاو رموش ونصور لكم تبع تدروا انه حجاباتي الكل جبتهم من الاردن الحجابات الالوان هذوما فاستك اللي تبدا هكا روز شويه وبيضة حسيت حبيت نبدل شوي سيف السنة. جبتهم حتى راح ما لبست معايا تو تشوفهم شفتوها اكيد جبتهم من الاردن من افينيو مول بحذا داري من افينو مول توكي نرجع نصور لكم المحل اللي خديت منه طبعا مش اعلان خديت بمصاريه واسعارهم شويه غاليه على حجابات الاخرين كان لقيت مكان هيك ارخص تنقول لكم اما محليهم عجبوني هكا بدلت اللوك بيهم جدول بليل يرقد 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 يكلموا صحابه يخرج لهم يعاود يرجع يرقد 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 يعاود يكلموا صحابه يخرج لهم يعاود يرجع يرقد 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 هذاك هو وكان قولي له بلال طلعني يولي يصيح ويصيح كل الفلاتر واختار فلتر جديد استعمله طيب هذا نو الاول لا طبعا هذا لا هو عادي يعني اوكي لكن لا هلا راح اجرب كل الفلاتر واختار فلتر جديد استعمله طيب هذا نو الاول لا طبعا هذا لا هو عادي يعني اوكي لكن لا هلا راح اجرب كل الفلاتر واختار فلتر جديد استعمله طيب هذا نو الاول لا طبعا هذا لا هو عادي يعني اوكي لكن لا هلا راح اجرب كل الفلاتر واختار فلتر جديد استعمله طيب هذا نو الاول لا طبعا هذا لا هو عادي يعني اوكي لكن لا هلا راح اجرب كل الفلاتر واختار فلتر جديد استعمله طيب هذا نو الاول لا طبعا هذا لا عادي يعني اوكي لكن لا هلا راح اجرب كل الفلاتر واختار فلتر جديد استعمله طيب هذا نو الاول لا طبعا هذا لا عادي يعني اوكي لكن لا هلا راح اجرب كل البنات بدهم يطلعوا وانا ما بدي فجاه عرفتوا كي تجيك فجاه تحب تقعد لحالك يمكن خاطر ميكس مش معايا مش عارفه اول مره خاطر تجيني هكا بدي ما بديش اطلع ما بديش اتحرك بدي اضل استناه لين يوصل برغم انه ميكس تدري انه لما نقعد مع بعض نضل نتمشكل لما يبعد بفتقده كثير 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 يعني ما نتمشكل اوكي خلينا نتمشكل ولا يبعد علي فما بديش اطلع ما بدي اعمل ولا شيء وهو بس على خاطر البنات لانه اليوم اخر يوم في الفيلا ف
فحبينا نطلع نغير جو. يس. ولكن يعني تقول لي حضري روحك يلا خلنا نطلع وخلنا نطلع وخلنا نطلع. لبستي اللي لبستها يا جماعة؟ لبستها يا ربي والله ايش خاصك عندك كرامة وتنحيها. لبستي يا جماعة بالليلة تبعثولي من بعد كي لبست تقولولي لبست رحمة والله لبستي والله شيتها من فلوسي من شيئين والله شيتها من فلوسي من شيئين. محليها الأجواء شوفوا هذا هنا. وبالله إذا تحبوني نفسيتي مش متحملة توا راه بعد نفسيتي تتغير. أوكي أنا إنسانة نفسيتي تتغير في ساعة وترجع في ساعة مش متحملة متاع غيري عاملي ميك اب. أوكي البارح غينا وعملنا ميك اب لبسنا عدسات اليوم مخي يقول لي ما تلبسيش هاني لبسة دو محلاه مش باهي شريتها هدية عاملاه حبيت نصيف بها السنة والحجاب جديد وكل شيء جديد. بالله تقولي اعملي ميك اب وغيري وقدي وسوي وعملي خليني نصور اشتريت وانا هك ماك تحبوا ضحى هكا خلينا هك. انا راني من انا احب روحي هكا ما نحبش نلبس ما نحبش احب روحي هكا كي نحب كي نتشال مكياج نعمل مش نعمل لخاطر الناس على خاطركم انتم باش ما يقولوش شبيها شو مالها هاي ما بتغير شو مالها هاي بتعمل ميك اب شو مالها بتلبس عدسات زي البنات ما نحبش ما بديش خلوني مبسوطه ديما مبسوطه انا. اوكي اوكي اتفقنا يلا بس بدي اعمل شوية حمرة عجلة مفشوشة مزيزيش كده. نعمل شوية حمرة كاو طبعا حط لكم بعد صفحتها على انستغرام هي مازالت موجودة في ستوريات البارح بعد نحطها لكم على انستغرام يلا شوية باي ما يحكي معايا ولا حدا ديروا بالكم مخي حكالي ما تلبسي مش رح البس شيء رح اضل هيك نعمل حمرة بس يلا هاروني تحبني هاروني انا ولا رحمة احبك احسن من رحمة هل نقص هل كوثر جيب لي مفتاح الكهرباء مان عارف انك في الكهرباء تعب تحب كهربتي ولا كهربة رحمة؟ كهربتك البيت حلو صحيتك برافو هارون فيري جود صحيتك هارون هيو حنيتي فهمني كي يفهمنيش مدير اعمالي مين راح يفهمني والله يا جماعه بحب قعده البيت انا خلص اوكي بعمل اجواء يومين لكن خلص بحب يومين اعمل اجواء يومين بقعد في البيت يومين بعمل اجواء اربع ايام بقعد في البيت مش كثير بجواء اجواء انا بزهق من الاجواء كثير بحب قعده البيت انا انسانه بحب البيت بحب اقعد في البيت اشاهد التلفزيون بحب البيت يا جماعة أنا إنسانة بيتوتية أنا إنسانة دبة بيت ما بحب الطلعة كثير ما بحبش أطلع ما خلوني وطوى جينا القهوة الفندق القهوة هذه سيدك بن سيدك المرشدة السياحية متاعنا قالت لنا هي من أحسن القهاوي في جربة هارون قال لك فيها بيسين ولا إذا ما فيهاش بيسين ماش باش تكون قهوة حلوة انا بس خارجة خاطر سنابيتي نصور لهم يا جماعة هاي أستاذ تعرفي وين القهوة؟ واو كاريرك قديم في جربة انت خذ لي ياسمينة عنديش فلوس حسيلو توا كنا ماشيين لقهوة الفندق قالوا لنا ممنوع التصوير في القهوة مش لازم ما نقعدش فيها معليش انا جاي باش نصور انا دخلنا للسوق عسلامة لاباس شوف شوف
عندي افراد ميزانين كما لبستهم في ديماكس دابا والله عم طلع شوف الفرق خلنا عم نطلع ميسيلش خذيتها بفلوسي يا جماعة مش قولوا لي اعلان واعلان وببليسيتي بفلوسي بفلوسي عادة توا القهوة هادي هاي مش عم بيكم دورة في جربة في الليل عسلينا يا جماعة خرجنا لوجو في قهوة واحدة أخرى خاطر القهوة هذيك قالوا لنا ممنوع التصوير فخرج يعني أنا قاعدة مش نصور تعرفوا يعني حياتي 50% متعة لي أنا و 50% تصوير أنا نتمتع كي نصور هو شوفوا ده هل قال لك فما شكون صوروه في القهوة وتعرض للإهانة من عرض التصوير ودرا شنو أنتم الحق ربي معاهم أما نحس تظلم القهوة كي ما تتصورش صحيح ولا مع الوقت ينساوها الناس بطبيعة حس التصوير كل ما تصور كل ما تزيد تعرف كي ما عادش تتصور نحس الناس تقول هذيك راهي باس ساكرت خاطر الناس ما عادش تصور في منين توا سبحان الله